مساك الله بالخير، نمسي عليك وعلى ابو سعود ونقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين. نادي قطر، صراحه نادي قطر تم اعداده بشكل جيد مع بدايه الموسم وتاهيله بشكل جيد حتى يكون منافس على الاقل انه هو يكون في المربع الذهبي، لكن لحد الان رغم انه يلعبون اليوم ثامن مباراه ما عندهم الا 6 نقاط، وهذه بصراحه يا محمد عمر يعني فيها علامه استفهام. الامور كانت طيبه ومن احسن ما يكون قبل بدايه الموسم، شو اللي حصل لكم ولحد الان بصراحه تضيع النقاط عندكم بسهوله؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اكيد ما حد راضي على اداء الفريق. طبعا نتائج المباريات اللي فاتت ما كانت بالطموح اللي كنا نبي نوصل له. هذا الشيء طبعا ممكن فيه له اشياء سلبيه صارت من قبل، ممكن تغيير المدرب، اصابات، بس ان شاء الله احنا نحاول الحين ان نرجع الفريق للمستوى اللي قبل، ونوعد الجماهير ان شاء الله ونوعد الكل ان شاء الله ان نادي قطر الايام الجايه بيتغير للاحسن ان شاء الله. نفسيه اللعيبه تغيرت يعني في مع بدايه الموسم صراحه عندهم دافع الفوز، الحين بصراحه مع هذه النقاط القليله عندهم دافع يقول يلا يلا احنا اهم شيء ان احنا ما نخسر، وهذه بصراحه يبي لها تاهيل محمد عمر بشكل جيد ايضا. لا انا اتوقع ان ما حد يعني من اي لاعب في الفريق ما اعتقد انه بيدخل المباراه وهو يقول انا بخسر المباراه. اتوقع ان شاء الله باذن الله اللعيبه مجهزين نفسيا وبيشدون حيلهم لابعد حد لان يوصلون للمستوى المعهود، واعتقد ان شاء الله اليوم الفريق بيطلع باداء جيد ان شاء الله وبنتيجه زينه ان شاء الله. قول لي عندكم غيابات مهمه اليوم خاصه في الهجوم. عندنا بلايلي مصاب، ولكن ان شاء الله البركه في الموجودين. الشباب اليوم ان شاء الله بيطلعون بصوره مغايره عن المباريات السابقه، وان شاء الله نتمنى الاحسن للفريق ان شاء الله. فريق دحيل فريق قوي. فريق دحيل فريق قوي، ما اكيد ما حد يختلف عليه. لكن في النهايه هذه مباراه 11 ب11، والاحسن اكيد انه هو اللي بيفوز على المباراه. واعتقد ان الشمال مو باحسن منكم. الشمال فريق ما نستهين فيه، لكن بعد احنا عندنا الاحسن وان شاء الله نقدم اليوم احسن مستوى في الفريق ان شاء الله. وحتى الوكر اعتقد ان كلهم اثنينهم عن القصد صحيح. منها انهم قدروا انهم يوقفون او صحيح. يضيقون على صحيح يضيقون على الدحيل، واحنا ان شاء الله ان اليوم ما بتكون مباراه سهله حق الدحيل، ان شاء الله بنقدم اداء ونتيجه ان شاء الله ايجابيه ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء وياك الله. شكرا محمد عمر. كابتن محمد بشير المسؤول الاعلامي ويانا. انا ودي اقول كلام ابي محمد بشير، تسمعني زين يا محمد؟ شوف الله يطول لي عمرك، دخل فريق دحيل ودخل فريق قطر. نعم. يعني انا اقول لك بصراحه من خلال الجديه والحماس اشوفها في تسخين نادي قطر اكثر من لعيبه دحيل. نزلوا الربع يعني ربعكم نازلين وثلاث نقاط عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه نعزي اخونا اسماعيل في وفاه شقيقه، الله يرحمه ويغفر له، احسن الله عزاكم يا اخوي اسماعيل. بالنسبه للجديه موجوده ولله الحمد كما انت شايف في التسخين، شوف التسخين ما شاء الله. نعم. وثلاث نقاط مش مضمونه شكل ما تتكلم ان تاخذها ثلاث نقاط الا بجديه في ارضيه الملعب خلال 90 دقيقه، ونتمنى التوفيق فريق كامل لله الحمد، وان شاء الله ثلاث نقاط شكل ما قلت ان شاء الله تكون من نصيب باذن الله. نرجع لمباراه الوكره والشمال، اعتقد ان هذه درس للعيبه دحيل. صحيح، مباراتين عديناها وشكل ما تقول ما نسيناها، راح تتم في الذكرى. نعم. واي تذبذب او اي هاي نكون نذكر المباريات هذه الثنتين اللي عديناها، ولكن ما خلصنا مباراة الوكرة وبدا اللود عليها كبير على اللي صار فيها، جينا مباراة الشمال ايضا ما طلعنا بذاك المستوى، ولكن متأملين في مباراة اليوم ان شاء الله نرجع لصورتنا الطبيعية والنتيجة ايجابية ان شاء الله، عشان تقدر تقول باقي لنا مباراة وبعدها توقف نكون جاهزين للمباراة اللي بعدها باذن الله. غيابات كثيرة في قطر اعتقد لصالحكم. الغيابات ان شاء الله تكون لصالحنا، يعني في بعض الناس او بعض الفرق لما يكون عنده غيابات البديل يكون جاهز وعنده المعنويه والحماس اكثر، لانه شو بقول لك يجهز نفسه او يبني صورته في ارضيه الملعب. نتمنى ان شاء الله تكون لصالحنا ونقدر نقول شوي ممكن تلخلق في خطتهم، ولكن احنا جاهزين سواء كان غايبين عندهم عناصر او اننا جاهزين، احنا جاهزين لقطر لهذه المباراه. تدوير بسيط عندكم؟ نعم تدوير بسيط اللي هو راحه كريم بضياف، وهو الوحيد اللي من الاساسيين اليوم مريح، اما البقيه نفس ما هم وايضا ما دبوا.
مريح، ولكن ان شاء الله البقيه فيهم الخير والبركه وجاهزين لهذه المباراه ان شاء الله. عساكم على القوه ان شاء الله. تلحقوا اعماركم، ترى نقطه واحده بيروحون عليكم خلق الله. ان شاء الله ما حد بيروح، ان شاء الله بنرجع. يلا بالتوفيق ان شاء الله. ابو محمد هذا الموجود عندنا ارسل.